بالزبط. من الممارسة نفسك بالزبط. للمهنة، من احتكاكك بالمشكلة، احتكاكك بالأفراد اللي بيعانوا من المشكلة أيا ما كانت هي إيه. وهو ده اللي أنا بتكلم معاكي فيه، أنه لما بيبقى طبيب ممارس معالج إيده في المطبخ أو إيده في الموضوع بيكتب، أنا كقارئة بستفيد وبتعلم وبشوف نفسي في اللي بيقوله. حقيقي كمان انت بتبقي لمسة الناس محتاجة ايه. خلي بالك، ما احنا ممكن نكتب في مواضيع كتير جدا جدا صح. في الكتب النفسية ممكن تنتشر في اي عصر وفي اي وقت، بس انت بتبقي لمسة الوقت ده والعصر ده، ايه التوبك الشهي جدا، الاكلة الحلوة اللي انت هتقدميها للقارئ فهو يقول اه فعلا ده بيحصل لي، زي مصطلح العلاقات التوكسيك والكتب اللي ملت. يعني في واحد قبل كده قريته كاتب على الفيسبوك، انا من كتر كتب العلاقات مش عارف اعمل علاقات امتى. فالمصطلح ده ظهر الفترة دي لأن الناس محتاجة تعرف يعني إيه علاقة مؤذية، والناس بقت بسرعة بتدخل في علاقات زي كده، فمحتاجة أعرف طب إيه بقى العلاقة الآمنة. الحاجات اللي زي دي بيقدمها اللي بقى في السوق ولامس وعارف العيادة بيجيله الحالات اللي بتجيله بتبقى عاملة إزاي، فبيعرض الحاجة اللي هو لامسها في أرض الواقع. إزاي أختار الكتاب النفسي المظبوط اللي فعلا هيفيدني من غير ما يجذبني العنوان، من غير ما يضحك عليا العنوان؟ اول حاجه انا عايز ايه، انا ناقصني ايه، هل انا ما بعرفش اعمل تواصل جيد فده هشتري كتاب بيتكلم عن التواصل. انا محتاجه اقرا في ايه تقصدي، يعني انا اصلا محتاجه اقرا في ايه، صح. ايه المشكله اللي عندي، المعلومه اللي انا محتاجاها حقيقي، ايه الحاجات اللي انا مش متطوره فيها احب اطور نفسي فيها. أوكي. يعني حتى مش لازم حاجات ناقصه عندي، لا انا شاطره جدا في التواصل بس عايزه ازود كمان. عندي طفل في سن مراهقه محتاجه اتعلم اكتر عن برافو حتى لو انا شايفه ام جيده وبتعرف، هعرف معلومات وهاخد معلومات اكتر. اكيد الحاجات اللي انا حابه اطور نفسي فيها دي مهمة جدا. مم. فأنا شايفة طول الوقت إن أنا بسعى، أنا عايزة إيه، أنا عايزة